أحلى عائلة، شلونكم كيكاتي؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير، مشتاقت لكم كل هواية ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نروح نختار أثاث الصالة، فأنتم هم خلي عندكم ويانا وهم انطونا رأيكم. بالفيديو السابق هواية صارت تعليقات إنه أنتي مشتري بس خيارة واحدة وإحنا ما أعرف شنو. حبايبي أنا أساسا مو كل هواية دا أطبخ بالبيت، يعني ترهم مرات نتريق برا، نتغدى برا، كل أكلنا برا، فيعني اجيب مسواق على قد اللي اني محتاجته، وبالنهايه اني ام البيت اعرف اذا اني شيء اجيبه راح استعمله وما اجيب زياده حتى ما ينذب وروح حرامات. هذا توضيح بسيط للتعليقات اللي صارت كلش هوايه وكلش اوفر. ياس نظيف حبيبي قلبي، دائما في البيت نظيف، كل مكان ينظف، مثلك مرتب حبيبي، نظيف حبيبي فدوة. طبعا قعدت من الصبح وكلي طاقة، سويت عناية لبشرتي وعناية شعري، ودي يعني اليوم قلت ما اطلع من البيت بس اشتغل وانظف بما انه عندي فيديو بس يراد له مونتاج. كان ابو الياس قال لي اقولك نطلع نتريق، قلت له ابشر رحت لك غسلت شعري، تخيل طلعت شعري مبهدل بها طلعه وريوق ورا المهم انا وقف نسوي ريوق. قلت له راح اروح انا وحبيبتي تجي ويانا، قالت لي والله العظيم زين خلصنا والريوق التركي كلش مشتاقت له لان كانوا معزلين على مود عطله الصيف. شكرا حبيبي الله يرزقك رزق ما له مثل. بس محل الاثاث اللون مال قنفتي باعوه ترند، من احنا اول ما اشتريناه كان ترند ولحد الان عندنا باوروبا بعد ترند. هاي هم حلوه وهسه تجي قدام اكثر شويه ينتشر ترى اكثر. اي هذاك هو مينا ساكو بالعراق، مو يمهم مو موديله بس هنا هو موديله، صار له اول ما نزل موديله اشتريناه، صار له تقريبا فوق السنتين وهسه وبعد موديله بحية. هذا مينا، هذا مينا لان هذا اللون هنا هسه مميز، مميز باوروبا مميز، بس بالعراق ما اعرف اغلبهم ما يعرفون. وعلى فكرة شوفوا احنا هيك القنفات الاوروبية عندنا، هو هذا نظامهم مو مثل العراق مثلا تجي قنفات مقسمة اكو بس قليل، بس كلها تكون هذا الحرف الاب، لانه احنا هنا ما عندنا صالة واستقبال، عندنا بس يعني صالة واحدة، فواحد ياخذ له شيء مريح يقعد بيه. بحايش كبر هاي اذا تخليها تترس الصالة ممد. هذا حبيته حلو. تعال شوفي يا هذا لا لا احنا على فكره اذا نشتري لازم افصل من هذا. اي لازم بس هيك يجي حرف ال. هذا يصير بعد يا هذا هذا اي يصير، هذا يصير لو ويا مثلا قطعه او حادي هيك شيء. اي نقدر ناخذ ويا كرسي اسود مثلا على مود الديكور او اي لون.
كلش حلوة. يلا قعد جربها شوفها زينة. مريحة. الياس عجبه نشتري له. الياس أصلا راسه نام. أنت اللي متعلقة نفسك. هذا الرصاصي ما قصدي على اللون. هذا الرصاصي هم هنا مثلا يتلائم لو ويا وحادي هم هنا اثنين. إيه يطلع حلو. مش حلو يعني نقدر نوزع على من الديكور. يلا خلنا نفطر ونشوف شنو ناخذ. حتى هذا يصير بس هذا لا. هذا الثنائيات هم يصير. هاي ثنائيات تجي لازم ويا عام. هاي ثلاثة هو شكله ثنائي بس لا أكبر من هذا يمكن. أكبر. هذا ثنائي هذا ثلاثي تقريبا. واو هذا نفس لون قنفتي همين التراس كلش حلو. واو طبعا هذا نفس مالتنا باو. تقريبا نفس الديزاين. نفس الديزاين اي. وشوية حجم اصغر من مالتنا. صاير تخفيض وصاير 1600 تقريبا. يعني ايش قد بالدولار؟ 15 16 ورقة؟ يعني بالورقة هو اكيد 16 اي 16 ورقة واكثر طبعا بالورق دولار. هاي الطاولات كلش حلوات. كل شيء حلو عندهم هذا بهذا المحل. صراحة يجنن. مداني راح اغير رأي وابقى على تخميل وين ماذا اروح القى اللون فعلا ترند صار. بابا هو انا من اخذت توت كان طالع الموديل ماله ما دا اقول لك بس هسه هو موديل هسه باوروبا كلها موديل موديل بس بالعراق ما يعرفوه يعني هاي الموديل ما كلمهم فلذلك ما يعجبهم اللون بس هو انا يعني مرغوب كلش. هاي حلوة على فكرة بقى هاي هيك تصير على الراس. نعم ماما ليش حبيت هذا المياس بوم طبعا الإضاءة ما أعرف مو زينة بالمحل هذا هم حلو هذا هم عجبني آني هذا هم حلو باعوا الحلو هنا أي شيء يعجبنا نقدر نغير باعوا القماش نقدر أي قماش نريده نغيره باعوا حسب هذا حبيته صراحة هم حلو حلو بي هاي الكيكة مال المخدة يعني قصدي ما تشوى كلش عجبتني يعني هالشي شوفوا يا بس لازم احنا ما قايسين البيت الجديد لازم نقيس ونجي اتونس انا على فكرة بالجولة مال محلات الاثاث بس حيرة هاي الحيرة الحيرة والمستحيرة واو هذا هالحلو بس هذا كبير على صالتي ما يكفي كلش كبير هذا اوه هاي حلوة همين كلش حلوة هاي سعرها تقريبا 300 دولار شوية اقل من 300 دولار بالله قولوا لي اسعار الاثاث يمنا ويمكم شلونها هسه هذه تقريبا 11 شقد 1200 يعني تقريبا 12 ونص ورقة لحوالي 12 وشوية ما اعرف الدولار فرق عن اليورو صراحة هذا محل عادي كلش شوف هذا الميز هذا الميز ب300 يعني الله هذا يجنن باعش قد حلو بخليكم يا بعيد يجنن كلش حلو بس قماش مو جلد كم بي جلد لحظة أنا هالمرة أريد جلد على إيه والله باعش يصير بي جلد إذا أريد أريد أني جلد على موت الأطفال تعبتهم تنظيف القنفة هالكراسي هم نفس لون صالتي الله تعالى باعوا الغرف على فكرة أنا غرفتي همينة ما أخذتها عن النظام الأوروبي يعني مو النظام العربي أو التركي شوفوا غرفهم هنا النظام الأوروبي كله هيجي عندهم خلينا نشوف هاي الغرفة بيش بالله كل شيء سعره بحده حبيت شفتوا سمسوم نايم هناهم تعليق لا وين الرفوف وين نحط الملابس اي شو كله تعليق هاي الغرفة اوكي انا جاي اخذ كنتور للاولاد همين شوفوا نظام غرفهم ها طبعا هذا محل اوروبي مو تركي شوفوا نظام غرفهم كله هيجي بس والله تكمه يعني انا شوفوا تخمي صار لي اقل السنه عندي يعني جهالي شقد يقمزون علي وشقد هاي كل شيء مصاير بي وحتى غرفتي هاي رابع نقله افتحها واسدها وكل شيء مصاير بالكنتور هاي الشربايه شقد سعرها
تقريبا 13,200 1,300 يورو يعني. وهاي الالوان، هاي غرفة الى ها شرباية. هسه محمد ما يلقاني. بنك مالك وتباع كوكو. واو هي الموي. شوف الله اقعد اقعد عليه خليش سوي هيل يعني يريدك تشيله كذا. اوكي لا ينكسر ماما لا تجره. هذا مو فن اياس بعدين هذا يجي تعرف ياكل. اي بس خلي الياس خلي نشتري التخم مال الصاله حتى ناخذ لكم اياه نفس اللون يطلع. هو الياس كيفه هو يشتري. راح اشتري لك يا بابا لعبتنا اكيد فرحان. وبعدين قول ما اريد على تناشي. شوف هذا شنو يطلع يتمرض يمكن على مود شنو والله ما ادري يجوز ينحط باعي هيك يجوز على مود باعتبار للاطفال. خلي غراض ورا بس دقيقه. اي يعرف مصدوم يقول وات از ذس. هو كان نايم كيف خاف قام يصير سريع بابا سريع سريع. طبعا سامر بعده توه ماشي فمشيته بعدها مو تمام. عجبتك هاي؟ والله انا لا هاي مو عجبتك. عجبك؟ اوي طبعا اتصلت علي صديقتي وقالت لي اريد تريد تجيني يعني مو اريد اجيني. على العموم انا كلش مشتاقة لها صراحة، ويمكن من تحولت وقبل التحويلة وسط التحويلة احنا ما ملتمين اني وياها، فقلت خلي اقوم اسوي شيء حلو سريع وبسيط. فصراحة فتحت الصندوق مال المواد الغذائية لقيت فيه ذني شغلات، انا ذني شغلات ما تفرغ من بيتي يعني، حتى من اخلص دائما اجيب زيادة مو قليل حتى لما يجيني ضيوف على غفلة رأسا اطلعها اسوي منها حلويات. على العموم هاي عجينة البافا ستري او عجينة الكاهي احنا هنا تنباع عندنا بالمحلات بهذا الشكل، تكون مشوية يقدمون بها اكلات فاهية او مالحة فسويتها. طبعا الخلاط قلبت عليه الدنيا حتى اسوي الكريمة وما لقيته. ورا ما خلصت الحلا ورا ما راحت صديقتي صندوق انا فتحته مليون مرة وما شفته، بس بعدين شفته يعني صدق سبحان الله لما تريدون شيء تدورون ما تلقوه، بعدين مو خلص احتياجكم يصير قدام عينكم. على العموم هاي هنا زينتها بالفواكه، عندي فراولة وعندي هذا الشتوت ما اعرف شنو اسمه صراحة، بس باعشكلش قد طلع حلو وراقي صراحة. انا ناوي اسوي عيد ميلاد الاولاد لانه هاي كنت تسألوني سارة ليش ما سويتي عيد ميلاد سامر، سارة شو كنت تحتفلين بعيد ميلاد سامر ما اعرف شنو، بس صراحة ما سويته على مود النقلة، فان شاء الله بعد النقلة هذه راح تكون من ضمن المنيو لانه كلش كلش راقية وحلوة. طبعا انا طبعا انا منظفه بس كالعاده باعوا الفتفات هاي تتخربط. مو قلت لكم راح اسوي اكله وصيختي اذا تجي، فهسه قلت لصديقتي راح تجي طبعا هو كلش يحبها فهسه تخبط. يلا ماما شو انظف بيت نظف بيت، ليش لا توصخون بيتي اذا تريدون انظف بيت. يلا سلام. هاي البردات اللي اخذتها للبيت الجديد هاي بعدني ما معلقتها، هذا اوردر اجى صديقتي جارتي هنا انا استلمتها لان هي مسافره بعدين اودي لها. على العموم هاي البردات الجديده اللي اخذتها تصير تول وبعدين هم اكو ينزل يصير ابيض على مود الشرفيه، كلش حلوه صراحه وكلش حابتها. اوكي بالنسبه لهاي البردات هنا شوفوا بعدني ما معلقتها لانه رحنا للمحل ما لقينا عنده القياس اللي نريده اللي هو يمكن 280 لقينا عنده 260 اشتريناها احنا. بس بعدين لما صراحة لما اجينا دريد نخليها قبل ما نفتحها قلت له محمد لا صغيرة يعني ما صارت نفس هذي كذا، شوفون لي وين واصلة نهاية الحائط تقريبا. الياس كافي ماما دا احكي. فرحنا للمحل قلنا له اوكي ما عندنا مشكلة ننتظر، قال لازم تنتظرون اسبوعين تجي طلب، فقلنا له عادي ما عندنا اي اشكال ننتظر. فصراحة علقت هاي مؤقتا بس على مود الشرفية، وحتى التخم باعوا يعني بالفيديو السابق انا صورته بس ما وضحت لكم هنا احنا لانه ننام هنا بعدنا ما مجهزين نومتنا. على العموم باعوا القنفات عندي ما تكفي، فهو هذا اهم سبب حتى نبيعها ونجيب بدالها، بس انا حطيتها هيك مؤقتا هسه للنومه وللقعده بين ما نلقى شيء مناسب وحلو. يعني اوكي صار البيت نظيف؟ لا انت ايش تسوي نايم هنا؟ طبعا هاي الزوليه اخذناها للجهال. شوفوا اما اكلت شبس سامر وسخها، راح انجلط راح انجلط. جدية تعال افتح لنا الباب تعال تعال. يلا اركض.
اركض اتفت على الباب اركض اركض. وهذه بعد ما جتي صديقتي، بس قولوا لي يعني انا اليوم نظفه، بس قولوا لي انتم هم ايش تنخبصون لما يريد يجيكم ضيوف؟ يعني ما ادري احسها بعض بالفطره يعني. هسه ليز ايش قد عمرها 4 سنين بس خلص نظفت بسرعه بسرعه من البيت، ما في شيء يعني، بس شويه كنسه خفيفه والحمد لله والشكر يا ربي. يعني اني يمكن باليوم 5 4 6 8 مرات اكنس، فصراحه اي وحده مثلي تعاني عندها اطفال لازم تجيب لها الريبوت بالبيت، حتى كل ما يفتفتون هو يطلع يشتغل يكنس المكان ويرجع لمكانه. واحنا هم اللي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، يعني كان فيديو خفيف بسيط، وارجع اقول لكم كتبوا لي بالتعليقات واختاروا ويانا يعني شنو التخم اللي حبيتوه. صراحة أنا حبيت كم واحد وحطيت عيني عليه، وقلنا هم نرجع للبيت ناخذ قياسات الصالة وبعدين نجي نقرر على اللي عجبونه. بس أنا صورت لكم كل التخم اللي كان موجود بالمحل اللي رحنا له، فأنتوا هم اختاروا ويانا يعني. ما نعرف يمكن رح ناخذ منه يمكن رح ناخذ من غير محل، إذا شفنا بغير محل أحلى وأفضل. يعني بصراحة ما ندري، واحد إذا ما يفتر كل المحلات ويشوف كل العينات ما يقدر يقرر. والمهم أنا وياكم وصلت لنهاية الفيديو حبايبي، أحبكم هواي، انتظروني فيديو جديد، وباي باي.